السلام عليكم شباب، كيفكم؟ اليوم رح ناخذ الدرس الخامس اللي هو حرف ال F. F كبيرة و F صغيرة. تمام، كان مطلوب منك تكتب هالحرف كبيرة وصغيرة كل واحدة بصفحة مشان تتعلم مرة مظبوط. اف اف مثل ال A بس احذف الهاي بتبقى اف 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 هي صغيرة اف اف طريقة مثل اف الانجليزية، هاي اف الانجليزية ما الفرق بينه وبين الماني، يعني على كتير فاطمة فؤاد كتير اسامي عربية مثل حرف الاف. تمام، اهم شيء تدرب شلون تكتب حرف وبعدين فكر كلمات. أنا مثلا كلمة فالفندن، فندن فندن فندن، أخذنا الحرف أخذنا الحرف أخذنا هاي فندن يعني يجد فندن فيندن. عندك كمان كلمة فارب يعني اللون، فارب يعني ألوان، فارب بس ما أخذ الري، فارب 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 فارب. من مقاطعة البافاريا التحشي بيستخدموا الر، بيقولوا فاربة فاربة. عندنا كمان كلمة فست 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 يعني احتفال أو عيد، فست فست. عندنا كمان كلمة بغيف 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 يعني بريف يعني بوست، بغيف بغيف. أخذنا الحرف أخذنا الحرف، الري كتير عم تستخدم معنا فإن شاء الله بناخده. بغيف بغيف بغيف. عندنا كمان كمان أبفل أبفل، أخذنا الحرف أخذنا هاي أخذنا هاي. أبفل أبفل يعني تفاح. أبفل عنا كمان رقم 11 ألف ألف ألف. كمان عنا كلمتين بس فغاو فغاو، هاي تنفذ أول ما شفتها أو فغاو بعدين ناخده. وعندنا كمان كلمة فيش فيش تنفذ شين مع بعضها بعد ما شفتها، فغاو يعني مرأة فيش يعني سمك، فغاو فيش. طبعا مطلوب منك تطبق الكلمات
الكلمات لحالك، الأحرف صار 5 أحرف تقريبا. أيوة تكون وظيفتك مثلا تمام، حط هال5 أحرف اللي أخذتهم وهيك عشوائيا يعني لفظوا مع بعض بدون ما يكون له معنى بالكلمة. يعني بالعربي شلون مبدأ كلمة مبدئية ما في مشكلة، مثلا مثلا مثل بابا بابا هيك تقريبا. يلا خلصنا اليوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.